السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من فضلك يا مولانا كنت عايز استفسر عن علم الأصول، هل هو العلم واحد ولا هو في أنواع علم أصول دين وعلم أصول فقه، وإيه هي درجة أولويته بالنسبة لطالب العلم الشرعي المبتدئ؟ شكرا. الله يبارك فيك. علم الأصول نافع والإغال فيه أحيانا يضر، يعني الإغال فيه قد يصرفك عن الدليل، فكما قال فريق من العلماء كم من عالم جهبل أصبح مقلدا بسبب أصول فقه، تأتيه بالدليل يقول لك الأصل كذا ولا يكون هناك أصل ولا اتفاق على هذا الأصل، فخذ منه القدر الكافي الذي تنضبط به أمورك. يعني مثلا العبرة بعموم اللفظ ليست بخصوص السبب، يعني أشياء معروفة بدهية.